اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، معنا النهارده رموز الجميل من نماذج تحدي الاعاقه. الاعاقه الحقيقيه في وجود بعض الناس وليست الاجسام، واصدقائي من ذوي الاراده وقوه ارادتهم وعزيمتهم رغم كل التحديات اللي بيواجهوها بسبب الاعاقه، بسبب جهل المجتمع حقوقهم وواجباتهم تجاه الاشخاص ذوي الاعاقه. قوة إرادتهم وعزيمتهم بيتحدوا كل صعب، بيواجهوا الإعاقة بكل شجاعة، بثقة بنفسهم وإيمانهم بقدراتهم الخاصة. صديقتنا الجميلة رغم إصابتها بشلل الأطفال بتحاول إن هي تعتمد على نفسها اعتماد كلي وتتخطى الإعاقة وتكسر كل القيود.